مساعدات كثيرة موجهة إلى الحكومة. هناك من يطالبكم بالرحيل. أنا من الناس اللي كنسمع النقد. بدعوتين من جامعة بنو طفيل تشرفت اليوم بإلقاء درس افتتاحي لتكوين الدكتوراه. الموضوع هو الإعلام الرقمي والتواصل السياسي بشكل عمومي. اللقاء كان فرصة للتوقف عند مختلف الإشكالات المرتبطة بالتواصل السياسي عموما والإعلامي، وطبعا كان تفاعل إيجابي قوي من طرف مختلف المتدخلين. والهدف طبعا هو الانفتاح اولا على الجامعه كفضاء للفكر والمعرفه والتفكير، وثانيا للاستماع الى يعني مختلف التدخلات والانطباعات والافكار والتصورات التي يحملها الطلبه ومعهم الاساتذه. مواضيع من هذا الحجم بهذه الحمولات مكانها الطبيعي هو الجامعه، باعتبار ان الجامعه كما قلت تمتلك مقومات كبيره جدا لدراسه مختلف الاشكالات، سواء كانت اشكالات سياسيه او رقميه. التواصل بشكل عمومي ليس وظيفه سهله، لكن المفروض هو انه الفاعل السياسي يجب ان يمارس جهدا اكبر، لانه الانتظارات اليوم بحكم التحولات اللي عرفتها بلادنا ومعها العالم تتطلب من الفاعل السياسي ان يتواصل بشكل اكبر وبشكل جدي وبشكل اعمق. فالسياقات تختلف، وتيرة التواصل أيضا تختلف. السياق الحالي هو سياق يتطلب مزيد من التواصل، هذا أكدنا عليه مرة أخرى، وطبعا الحكومة لا تدخر أي جهد في هذا المجال هذا. لكن يبقى السؤال هو يعني الحجم ديال الانتظارات اللي في كثير من الأحيان تكون كبيرة جدا، لكن هناك حرص وهناك توجيهات من السيد رئيس الحكومة لإعلاء هذا الموضوع كل الأهمية التي يحتاجها. خلاصة من هذا الدرس هذا هو أنه الجامعة تمتلك أجوبة كبيرة جدا لمختلف هذه الأسئلة، لذلك كان هذا اللقاء لقاء مهما مثمرا، وسوف أكون سعيدا مرة أخرى لدعوة من هذا النوع. شكرا لكم. حاول من خلال هذه المحاضرة أن يقف عند مفهوم التواصل، وأن يحدد الغاية من هذا المفهوم وما علاقته بالسياسة، ثم بعد ذلك اتجه إلى الإعلام وحدد كذلك هذا المفهوم وعلاقته بالإعلام الرقمي، ثم خاض في مواضيع متعددة ترتبط بالمجال المعيشي للحياة الاجتماعية، ولكنه كان بمثابة السياسي المحنك في أجوبته وفي تدخلاته، فأبان عن قدرة عالية في التواصل، وبالتالي استطاع أن يجيب ويستجيب لكل التساؤلات التي طرحت عليه. وكما قلت كان الرجل محنكا سياسيا، إذ استطاع أن يقنع بأجوبته، رغم أن المجال لا يسمح بالتدخل في هذه الأمور، خاصة وأنها أصبحت تؤرق أو تمخر بمنقار الفتاك عباب الواقع الاجتماعي الذي أمسى يعيش تضخما حادا، جعل من المجتمع المغربي يعيش لحظة قاسية، خاصة وأن الفئات الهشة أصبحت تعاني من هذا التضخم. وحاول بطريقته وبسلاسته وبحنكته السياسية أن يوجه ويقدم مجموعة من الحلول أو مجموعة من الإجابات على هذه الأسئلة التي كانت بمثابة المنقار الفتاك الذي ينقر بمنقار الفتاك عباب المجتمع. وشكرا. شكرا سيدي. الاسم والصفة. الاسم الدودي مولاي عبد الملك، أستاذ باحث بكلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة.